كتلة هوائية باردة وزخات من الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة التفاصيل في النشرة بعد قليل النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدر سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بسطامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير الع... اسعد الله اوقاتكم بكل خير متابعينا في الاردن نهار اليوم صارت اجواء مستقره ومشمسه في عموم مناطق المملكه درجه الحراره استمرت اعلى من معدلاتها يعني مثل هذا الوقت من العام صارت اجواء في اغلب مناطق المملكه مائله للبروده خاصه في المناطق الجبليه لكن كانت لطيفه نوعا ما في منطقه الاغوار البحر الميت والعقبه خلال الساعات القادمه تحديدا خلال ساعات ليل الثلاثاء على الاربعاء تعبر المملكه جبهه هوائيه بارده استعمل على تجدد فرص هطول زخات الامطار خاصه في القطاع الغربي من المملكه، عندما نتحدث عن القطاع الغربي نتحدث عن منطقه الاغوار، أرباح الميت وايضا عموم الجبال الغربيه من المملكه سواء كانت الشماليه، أو الوسطى، الجنوبيه. فرص الامطار تبدأ خلال هذه الليله وتتراجع اعتبارا من ساعات صباح يوم الاربعاء على ان يسود طقس بارد بشكل عام خلال ساعات يوم الاربعاء. تفاصيل اكثر نستعرضها بذيل الخرائط لتوزيع الامطار المتوقعه خلال الساعات القليله. القادمه تحديدا من ساعه عصر اليوم الثلاثاء وخلال صباح يوم الاربعاء. تقترب هذه الجبهه الهوائيه البارده من عموم منطقه بلاد الشام قادمه من شرق البحر الابيض المتوسط، ذات تاثيراتها تدريجيا على المنطقه الشماليه مع ساعات الليل الاولى. على ان ان تتعمق هذه الجبهه الهوائيه البارده خلال ساعات الليل تشمل عموم المنطقه الشماليه الوسطى. والجنوبية لكن تتركز خاصة في أقصى غرب المملكة تحديدا منطقة الأغوار البحر الميت وأيضا الأغوار الجنوبية والسفوح الغربية من جبال المملكة تستمر فرص هطول زخات الأمطار المرافقة لهذه الجبل الهوائية الباردة في عموم المنطقة الشمالية الوسطى والجنوبية كما ذكرنا خاصة القسم الغربي منها مع نشاط واضح في سرعة الرياح تستمر أيضاً فرص الأمطار خلال ساعات ما بعد منتصف الليل أي خلال ما بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء على أن تبدأ تتراجع فرص الأمطار مع ساعات صباح يوم الأربعاء على أن يسود الطقس بشكل عام غائم ضبابي خاصة في المناطق الجبلية العالية مع تراجع تدريجي في الأمطار خلال ساعات الصباح المتأخرة من يوم الأربعاء ويعود الطقس ليستقر تدريجياً مع ساعات ما بعد ظهيرة يوم الأربعاء مع استمرار فرص هطول زخات الأمطار بشكل عشوائي ومحلي جداً ومحدود خاصة في المنطقة الجنوبية هذا الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة كما ذكرنا هناك جبهة هوائية باردة استعبر أجواء المملكة وبالتالي تصبح الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار خلال ساعة الليل قد قد تترافق بحدوث الرعد في بعض مناطق المملكة بشكل عشوائي تسود هذه الليلة كما ذكرنا أجواء غير مستقرة بشكل عام بسبب هذه الجبال الهوائية الباردة 9 درجات مئوية فقط متوقعة كحرارة مقاسة المحسوسة 8 درجات الرطوبة مرتفعة حوالي 100% وبالتالي سيتشكل الضباب في المناطق الجبلية العالية خاصة خلال ساعات صباح يوم الأربعاء والرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة يوم الأربعاء فرصة لهطول زخات من الأمطار خاصة خلال ساعات الصباح 13 درجة مئوية كحرارة عظمى من الصغر 6 درجات مئوية فرص الأمطار تنعدم نوعا ما خلال ساعات نهار يوم الخميس باستثناء المنطقة الشمالية أقصى شمال المملكة حيث تكون الفرصة واردة لهطول بعض زخات الأمطار المتفرقة أجواء غائمة بشكل عام بغيوم عالية بدون فعالية في العاصمة عمان 12 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 6 درجات مئوية وتتحسن مجددا فرص هطول زخات الأمطار يوم الجمعة مع بدء هبوب لتيارات غربية رطبة تستحمل معها كميات كبيرة من الغيوم المنخفضة التي ستحسن فرص هطول زخات الأمطار في العاصمة عمان وعموم المنطقة الشمالية 11 درجة مئوية فقط كحرارة يوم الجمعة كحرارة عظمى أما الصغرى 6 درجات مئوية مع فرصة تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية التوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم غد نبدأها من المنطقة الشمالية فرصة لهطول زخات من الأمطار خاصة خلال ساعات الصباح في كل من إربد جرش وعجلون إربد 16 إلى 8 عجلون 14 إلى 7 وجرش 16 إلى 8 وتفرق لبعض الغيوم في المفرق مع 15 إلى 6 درجات مئوية بالنسبة للمنطقة الوسطى أيضا تكون الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار خلال ساعات الصباح مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية البلقاء 15 إلى 8 عمان 13 إلى 6 مأدبة 16 إلى 6 والبحر الميت 13 إلى 16 وتفرق للغيوم في الزرقاء مع 15 إلى 7 درجات مئوية المنطقة الجنوبية أيضا تكون الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار خلال ساعة الصباح الباكر مع تشكل للضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية الكرك 15 إلى 7 الطفيل 14 إلى 8 الشوبك 12 إلى 6 معان 16 إلى 9 والعقبة 21 إلى 11 درجة مئوية أخيرا المنطقة الشرقية الازرق 18 الى 8، الصفوي 17 الى 7، ورويشة 19 الى 9 مع اجواء مستقرة بشكل عام لكن باردة. الى هنا تنتهي نشرتنا للقاء. النشرة الجوية تاتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وانفينيتي في الاردن. ليدر سنتر. كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بسطامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري